مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه. دلوقتي جت معاد فقره الثقه بالنفس. ثقتك بنفسك بتفرق معاك كتير قوي، بتخليكي واحده تانيه اكيد، بتخليكي عارفه تعيشي وتتاقلمي وتتبسطي وتبسطي اللي حواليكي. ودايما بنقول ان الثقه بالنفس بتيجي بالاهتمام، لازم نهتم ببشرتنا وبشعرنا وبكل حاجه، لازم نهتم بنفسنا. اي ست بتسمعني، اي راجل بيسمعني، مهم قوي انك تهتم بنفسك، لان نفسك ليها عليك حق. وممكن حاجات بسيطه جدا وباشياء بسيطه قوي تختلف وتبقى حد تاني، بس انت تكون مقصر او فاهم ان الموضوع هيكلفك فلوس ملهاش اول من اخر، لكن الدنيا بسيطه جدا. هي القصه ان انت تبدا وتبقى عايز تتغير بجد. عشان كده النهارده عندنا الفقره الاهم اللي بالنسبه لي بتفيدني بشكل شخصي وبتفيد حضراتكم اكيد، مع الخبيره الجميله دكتوره ايه زبتان اللي بتفهمنا تفاصيل مهمه قوي في العنايه بالشعر والبشره. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. النهارده انا مجمع لك يعني ايه جزء كده من الاسئله، عشان انا عايزه اتكلم كتير جدا ونجاوب على الناس. تمام. لان الناس عندها اسئله كتير قوي ومن حقهم ان احنا نجاوبها. كلهم طبعا دلوقتي مجموعه سله بقت عامله ضجه كبيره، الحمد لله، واسئله كتير، والناس بتسال يا ترى فعلا المجموعه مؤثره ولا لا، بتفرق ولا لا، بيسالوا بعض، ابتدوا يستشيروا بعض وبياخدوا اراء بعض، وده انا بسطني قوي بشكل شخصي يعني. وفي الشارع كمان ممكن حد يقابلني دلوقتي، بالله عليكي سله حلوه فعلا، مقصره على بشرتك يعني، حلوه فعلا، بتشيل التجاعيد، بتعمل، طب شعرك فعلا اختلف، وبشهد شهاده حق وربنا عالم باللي حصل يعني، وانا والله بشهد شهاده حق ان فعلا المجموعه محترمه جدا وحاجتهم نظيفه جدا جدا، وانا بشكل شخصي استفدت. انا هسالك سؤال. قولي لي. انت لو بتاكلي حاجات من بره كتير ومعجنات وحاجات مصنعه، ايه اللي بيعود على صحتك؟ اكيد بتبقى مش احسن حاجه، بشرتك بتبوظ وجسمي بيبوظ وبتخن وحاجات كتير ونفسيتك بتتبهدل وامراض والكلام ده كله. طب لو انت اكلك كله فاكهه وخضار وحاجات طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل، ايه اللي بيحصل؟ ببقى افضل وده بيأثر وصحتي احسن وزني احسن وكل حاجه. شفتي؟ يبقى انا هنا بتكلم عن الحاجات الطبيعيه، فدايما جو ناتشر، جو اللي احنا دايما كل حاجه للطبيعه. للطبيعه. من هنا بقى للطبيعه بدانا نشوف مجموعه سلة. مجموعه سلة كلها مكونات طبيعيه وزيوت طبيعيه معموله بعنايه طبعا وبشكل طبي او بشكل مستخلص بعنايه مرخص من وزاره الصحه، في كل الحاجات اللي جسمك او سوري لشعرك محتاجها. عايزه اطاله هيديني اطاله من 5 ل 7 سنتي. في تنعيم هيديكي تنعيم، هيفك التشابك وكمان هيغذي ويرطب الشعر، لو في قشره كمان هيشيلها. فهو القصه كلها ان هو هيحافظ لك على الشعر من مكونات طبيعيه. فاحنا في حياتنا عامه لو لجأنا للطبيعه في كل حاجه خلاص حياتنا تتحسن، او أكيد. كل المظاهر الخارجيه بتاعتنا هتتحسن. ودي حاجه محترمه جدا انت ذكرتيها، لان في شامبوهات كتير جدا اسامي وليها وضع، بس فيها حاجات صناعيه وحاجات بتبوظ الشعر، لكن اجمل حاجه في منتجات سلة انها طبيعيه 100% بكل اشياءها بقى، السيرم طبيعي، البلسم طبيعي، الشامبو طبيعي، وده اجمل حاجه فيها. عشان كده النهارده خلينا نسال نجاوب على اسئله الناس بينا. عشان الناس برضو ايه، دي امانه وهم مأمنين. هايدي بتقول ازاي اعرف اتعامل مع شعري دايما مجعد وناشف ومنتفخ ومش عارفه اتعامل معاه ومش هقدر ان اعمل اي نوع من انواع الفرد. ماشي، نمسك حته حته. مجعد وناشف ماشي. مجعد دوت ممكن يبقى حاجتين، طبيعه الشعرايه اصلا يعني جيناتك او جيناتها هي مجعده، وممكن تبقى مجعده من قله الاهتمام او عدم التسويه. وناشف يعني معنى كده ان مفيش تغذيه ومفيش ترطيب. برافو أيوة. عليكي. تمام. طب انا مش هقدر اعمل فرد، احنا اصلا مش عايزينك تعملي فرد. لان الفرد مع الحاله دي الشعرايه اصلا كل ما هتبقى ناشفه تمام هتبقى ضعيفه. تمام. فانا مش عايزه لها فرد، فانا محتاجه ان انا ترطيب، يبقى هايدي تاخد معايا البلسم والسيرم، دول اهم حاجه تبقى عند هايدي. وطبعا الشامبو عشان يعمل بالانس، ما يحصلهاش اي افرازات دهنيه في شعرها، ما يحصلش فيه قشره، ما يحصلهاش مشاكل في اي تراب في اي حاجه في شعرها. يبتدي يبقى نغسل بالشامبو ونستخدم البلسم مرتين في الاسبوع، البلسم والسيرم كل يوم. شعرها التجاعيد ده هيفك من نسبه من 70 ل 90% من تاني اسبوع. يعني هي محتاجه ترطب شعرها كويس قوي وتهتم بيه، هيفرق كتير قوي طبعا. طيب عبير بتقول شعري قصير مش بيطول وتحاليلي كويسه، هل المشكله في انه مش ايه المشكله في انه مش بيطول؟ بصي، تحاليلي كويسه دي نقطه كويسه قوي، معنى كده ان اللي جوه كويس سليم. دايما بقول انا موضوع الشعر والبشره مرتبط معايا بحاجتين، جوه وبره. الجسم الداخلي تغذيته عامله ايه؟ لا، بدل في التحليل تمام، معنى كده ان الغده الدرقيه تمام، ان الانيميا تمام، ان الكالسيوم تمام، الحديد
كل الحاجات دي تمام، يبقى معنى كده ان التغذيه الخارجيه بتاعتها فيها مشكله، يبقى معنى كده ان هي عايزه تاخد المالتي فيتامين بتاعتنا مكمل الغذائي عشان يبتدي يديها كل العناصر تقوي شعرها، لان ممكن يبقى شعرها جسمها كويس بس مش محتاج زقه، عارفه اللي هو يا دوب مكمل. في ناس نفسه. يعني في ناس مثلا مظبطه الانيميا بالظبط اللي هو بالزبط. فيتامين د اول يعني شبطانين في اول وكده بالظبط ماشي، ده حاجه. الحاجه الثانيه محتاجه غذاء، محتاجه تغذيه، يبقى انا هاخد السيرم بتاعي تستخدمه كل يوم، ابتدي يقوي بصيله الشعر، فلما تقوي بصيله الشعر ابتدي الشعر يبقى ناعم ويبقى قوي وما يتساقطش وابتدي يطول. طب الشامبو بتاعنا هيمنع التساقط، هيطلع بصيلات جديده لان في مضادات اكسده عاليه جدا، في بيوتين وفي كرياتين، فهيبتدي يعمل جروث سريع للشعر، في زيت لوز الحلو فيبتدي يعمل اطاله للشعر. حلو. يبقى انا كده لو انا عندي اي مشاكل بسيطه في التغذيه الداخليه هاخد المكمل. طب انا عندي طبعا اكيد في تغذيه خارجيه محتاجاها، هاخد مجموعه سلك كامله. حلو، مجموعه سلك كامله، شامبو والبلسم والسيرم. ولو احنا عندنا بقى عايزين شعرنا يطول وعايزين صحتنا تبقى احسن، هناخد المكمل الغذائي. حلو قوي. طيب ليلى بتقول ازاي اقدر اقلل اثار الرطوبه بعد ما بعمل شعري استشوار، لاني بكون نازله شكل شعري حلو برجع شكله متبهدل من الرطوبه. ترطيب. بصي السر كله في الترطيب. الترطيب من قبل ما اعمل حراره والترطيب من بعد ما اعمل حراره. الترطيب ده ان انا اول حاجه لما اكون غاسله شامبو، يعني غاسله شعري قبل ما اعمل استشوار او البيبي ليس، غاسله شعري بشامبو اصلا يبقى فيه مرطب. الناس كتير بتغسل شعرها بشامبو بينشف شعرها قوي، فلما تيجي تعمل حراره الشعر ينشف قوي، تحس ان الشعر معمول متكهرب. فتوصل بقى للازمه دي. فيبقى انا لازم استخدم الشامبو واشطف كويس قوي، وبعد كده استخدم البلسم مش حمام كريم تمام عشان ما يخليش شعري يلزق، استخدم البلسم 10 دقايق، وبعد كده احط نقطه بسيطه جدا من السيرم على شعري وابتدي اعمل الحراره. طب انا طلعت المشوار وحاسه ان شعري ابتدى يهيش، نقطه سيرم بسيطه زي في شنطتي دايما، شفتي اقول لك في شنطتي صح، السيرم في شنطتي، واقوم ايه مسحه بس على شعري كده. الناس بتسال ليه سيلا مش عامله حمام كريم؟ ليه سيلا مش عامله حمام كريم؟ عشان حمام الكريم محتاج مده اطول تمام، من يعني من 20 ل 30 دقيقة، وبتبقى كثافته على الشعراية تقيل، فأنا بحب، أنا دايما نفسي بحب البلسم. أنت من مدرسة البلسم أفضل؟ أنا من المدرسة السريعة بصراحة. ترطيب أفضل. وبيني وبينك إحنا ما حدش بيقعد ينتظر فترة الحمام الكريم كاملة دي قبل ما تتجوزي وتبقي رايقة بقى وتقعدي وتعملي سكراباتك وحاجاتك، مفيش الكلام ده في ولاد بره. صح. فإحنا أقوم حاطة البلسم 10 دقايق عقبال ما أبتدي أعمل سكراب أو حاجة أخلص جسمي، يبقى شعري خلاص تمام، ببتدي أشطف. بصي انا بحب البلسم ليه دايما؟ بلسم ترطيبه اعلى تمام، وقته اقل، تركيزه اعلى. انا لما باجي احط البلسم عندي من هنا استاذ مروه، احطه من هنا لحد هنا وابتدي امسج الشعرايه، انا بحب الحركه دي قوي. انت اصلا وانت مجرد ما بتمسجي الشعرايه من البلسم خلاص اي تشابك وانت جوه في الحمام بيروح. صحيح. فانا بصراحه انا بحب البلسم قوي. حتى دلوقتي في ناس تقول لك انا هغسل بالبلسم على طول، انا ما عنديش مشكله، بس هشطف بميه كويس قوي تمام، انزل التراب والعرق، وبعد كده امهد الشعرايه ان هيحصل لها هتستقبل مني مثلا منتج او هتستقبل مني ماده جديده، وبعد كده احط البلسم بتاعي. يعني ممكن اغسل بالشامبو مرتين والبلسم 3 مرات في الاسبوع. جميل جدا. احلام بتقول شعري كان حلو قوي والبيبي هير كان بيطلع ناعم، بس طبعا رحت مع حد مع اي حاجه ترند للتنعيم او غيره للشعر، لحد ما لقيت البيبي هير بقى يطلع بايظ ومجعد وناشف، واعمل ايه؟ دي بقى ابتدت تبتدي عملت الوصفات والترندات اللي موجوده على السوشيال ميديا. بصي بدل حاجه حرقت لي البيبي هير او فروه الراس، معنى كده ان اتحط حاجه كيميكال شديده على فروه الراس فحرقتها او لهبتها او عملت مشكله، او استخدمت مواد فرد فيها فورمالين هي اللي عملت المشكله دي. فانا محتاجه ايه؟ محتاجه اخد حاجات تهدي فروه الراس يبقى فيها بانسينول زي الشامبو بتاعنا والبلسم تمام، ومحتاجه اخد حاجات فيها فيتامينز اللي هي بتنعم الشعر. ايه الفيتامينز اللي بتنعم الشعر؟ الاي والاي موجودين عندي طبعا في السيرم، موجودين عندي في المكمل الغذائي، بلس الكرياتين والبيوتين اللي موجودين عندي في الاربع منتجات. كرياتين الكرياتين والبيوتين دول هيبتدي يقوي بصيله الشعر، هيدوا تنعيم مع الاي والاي هيدوا تنعيم. بصي اقول لك على حاجه، انا ممكن يبقى شعري مثلا، انت واخده بالك ان انا عامله ويف النهارده كل مره بسيبه لوحده، انا نفسي بحب اغير. صحيح. طب انا لو فضلت عاملاه ويفي فترات طويله قوي قوي، او عاملاه مثلا مجعد، او عامله تصيره، او عامله الكلام ده كله، ايه اللي هيحصل له؟ الشعرايه حتى لو حلوه هتتجعد مني او هتويف مني.
طب انا لو شعري حلو وطول الوقت عاملاه اتجاهه في التسريح حافظه عليه، الشعريه هتفضل مفروده. والله مينا واحنا بنعمل شعرنا دلوقتي انت بيقول لي الشعر مش راضي يتعمل ويفي. طب وليه مش راضي يتعمل ويفي؟ عشان انت طول الوقت انا طول الوقت محافظه عليه في التسريح، حافظه عليه في اتجاهه مع الجاذبيه، حافظه عليه في طريقه اللم، في طريقه التنشيف، الكلام ده كله. فانا حتى لو شعري مجعد او انا شعري مش ستريت، انا اقدر اخليه مش مفروض 100% بس توصل من 60 ل 80% فرد. بس حقيقي دكتور في استخدام معين للفرش والامشاط يعني يفضل عن استخدام حاجات تانية؟ بصي اول حاجه بحب الامشاط الواسعه، الامشاط الضيقه بتكسر الشعر، بحب الامشاط اللي هي بتبقى خشبيه. تمام، بحب دايما المساج، تعملي مساج لشعرك. حتى دلوقتي عاملين فرش ترندات بتبقى الفرش فيها حاجات زي فايبريشن بسيط، فبتعمل المساج، فبتعمل زي مساج. تمام، التسريح مهم قوي، اللي بتجيب شعرها من هنا وتقوم جايباها في الارض دي كارثيه. زي ما دايما اقول لك اقوم قاسمه من هنا كده منزلها على تحت بالراحه، تك 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 بالراحه. تمام، وبعد كده من فوق ارجع تاني للنص، وبعد كده من النص لهنا. هي دي القصه كلها. تمام، وتبتدي تعمل مساج يومي لفروه الراس اول ما تصحى وقبل ما تنام. تحفيز الدوره الدمويه هيخلي فيه الدم. بص احنا ايه اللي مشغل كل اعضائنا؟ الدم. طب انا لو عندي مثلا فروه راسي ما بيوصلهاش دم، او شعري او بشرتي بالظبط، فانا طول الوقت بوصل له دم، بوصل له دم. انا بعمل له مساج، بدي له حاجات فيها مضادات اكسده، زي عندي هنا مضادات الاكسده الموجوده، الكافيين، وكمان زيت شجره الشاي، وكمان زيت النعناع. الحاجات دي بتعمل انتعاش. انت عامله لنا عرض ايه النهارده يا دكتور؟ تضغطيش عليا. لسه مكمله في عرض الفرحه. عرض الفرح عشان خاطرك انت بس يا دكتوره مرو. اول حاجه طبعا انا اهم حاجه عندي مش ان انا ابيع 1000 علبه من سل، لا. تمام. ان الناس تثق في منتجات بشره وشعر، زي ما انت قلتي فقره الجمال، فقره ان انت فعلا تستحقي، فانت فعلا تستحقي ان بشرتك تبقى حلوه وشعرك يبقى حلو. جميل. فانا شعري يبقى حلو هيبقى هستخدم الشامبو والبلسم وكمان السيرم. طب عايزه بقى زياده تاكيد للحلاوه، هناخد مجموعه البشره هديه اللي هو كريم التفتيح ودرجتين في الشهر، وكمان السيرم بتاع شد ونضاره البشره. طيب يعني احنا هنقول تاني العرض، اللي هيشتري مجموعه الشعر الشامبو والبلسم والسيرم هياخد منتجين من منتجات البشره اللي هو الكريم التفتيح والسيرم شد النضاره، بديل بقى الفيلر وبديل البشره. واللي عايز طبعا الفيتامينات ده بيطلبها لوحده. بس اي حد مش عايز شعره يطول مش هياخدها، لان هو بيطول الشعر جدا، ضوافر وجلد وشعر. ما فيش حد مش عايز شعره يطول بتاعي. طيب حابه كمان اقول حاجه، ان سيلا منتجات سيلا موجوده في كل الصيدليات الكبرى، ولكن مش هتستفيدوا بالعرض غير من خلال البرنامج، برنامج حكايات مع مروه عزام. هنا العرض موجود لاي حد حابب يشتري او يستفيد بالعرض. حابين تشتريوا من الصيدليات طبعا دي حريتكم الشخصيه، والارقام موجوده قدامكم عشان اي حد عايز يستفسر، عايز يستفسر عن المنتج، عايز يسال سؤال عن المنتج، هذه ارقام التواصل. هدى بتقول انا شعري قصير وكل ما بيطول بيتقطع من الاطراف. ترطيب، عدم غذاء، عدم غذاء، عدم غذاء، عدم غذاء. بصي ممكن يتقطع من الاطراف ان هي بتعمل حراره كتير، فالاطراف الاطراف بيبقى ضعيفه بتبتدي تتكسر منها. ممكن بتستخدم اسبريهات او مثبتات للشعر فبتبتدي تكسر الشعر. تمام. ممكن ان هي ما بتهتمش بده، وده اهم حاجه عندي في ترطيب الاطراف، البلسم. تمام، البلسم او او الحمام الكريم او السيروم، يعني ايا كان بقى عندها المنتجاتنا او ما عندهاش منتجاتنا فلازم اهتم. شفتي لما اقول لك لازم اعمل مساج في الاخر كده، لما باجي استخدم السيرم، تعالي نستخدم السيرم مثلا النهارده عشان في شويه بيبي هير. انت بتتلككي. انا بصراحه عشان في شويه بيبي هير مضايقني. بصي خلاص انا مسحت كده، ده اهم حاجه، وبعد كده ابتدي امسك الاطراف بتاعتي امسجها كده، لان دول اكتر اتنين محتاجين غذاء. تمام، فانا محتاجه ان هي تمسج الاطراف بتاعتها، تعمل لها مساج بالبلسم. تمام، وتحط لها سيرم يومي يغذيها. بس كده لا، تهتم ان هي ترطب بشامبو ما ينشفش شعرها. عايز اقول لك على حاجه، ممكن تبقى هي بتغسل شعرها بتحط الشامبو، مش لا مش شامبو سيلا بقى، اي شامبو عامه سيلا او غيره، بتحطه على الاطراف. وده مش مستحب. ده مش مستحب، لا. احنا عندي انا ممكن اقول لك شامبو سيلا للاطراف عادي، لانه شامبو كله منتجات طبيعيه وترطيب عليه فيه جدا. طب اي شامبو يعني هو فيه حاجات كيميكال، او هو مش مرخص، مش يعني مش مخصص للترطيب، او هو بتاع قشر اصلا، لا هحطه في ايدي، احط شويه ميه وابتدي اعمل بيه مساج هنا وخلاص، ما بحطوش على الاطراف عشان ما ينشفش الاطراف. الاطراف. جميل. فتره المدارس. فتره المدارس دي بقى لا يعني فتره المدارس ومن فتره السيرم. فتره السيرم في شعر، في بتكون مركزه في شعر الولاد وبتعاني معاهم
وبتعاني معاهم وكمان بتهمل شعرها، ازاي ممكن تتعامل مع المشكله دي؟ الامهات فعلا بتهمل شعرها في الفتره دي لان هي كل هدفها تلحق اللانش بوكس وتلحق الباص وتعمل الشعر وتلبس. يوم الاثنين اول يوم فمتفكرينيش. كلنا والله بنعاني. بصي اول حاجه زي ما انت قلتي ودايما بقولها في الحلقات اللي فاتت، انا لازم ابقى انا كويسه عشان اعرف هم يبقوا كويسين. مزبوط. انا عمري ما هقنع بنتي ان انت لازم شعرك يبقى ملموم كويس وانت بتاكلي كويس عشان شعرك وانا منعكشه وانت بنعكشه. انا عمري ما اقول لها لازم شعرك في المدرسه يبقى كويس ولازم الستايل مش عارف ايه. على فكره ما بقوش اطفال بيردوا يقولوا لي كده حربي يا مامي ما انت انت منعكشه، انت ليه بتسرحي لي انا ما تسيبيني زيك بس. بالظبط. فانا دايما انا مرايه ولادي دايما هم بيخزنوا حتى لو بيعلقوش هم دايما مخزنين. فانا دلوقتي اول حاجه زي ما قلت لك واحلى حاجه عندنا في مجموعه سلا زي ما قلت لكم منتج مرخص امن ومناسب، ودي اهم حاجه، مناسب لجميع افراد العيله. فانا ابني الصبح ورايح المدرسه اقدر احط له شويه سيرم بنتي وانا بضفر لها شعرها او بعملها بونيتيه اقدر احطها السيرم. انا بعد ما هم خلاص مشيتهم ابتدي اسرح شعري اعمل مساج لشعري دقيقه واحده واحط السيرم ولم شعري وخشي مطبخك وشوفي دنيتك عادي عادي جدا. طب انا بقى الام دي لازم تاخد ده مكمل غذائي، خلي بقى تركيزها احسن طبعا، مودها احسن، عظمها ما يوجعهاش، الكلام ده كله لازم تبتدي تاخد مكمل غذائي مع المجموعه. والله ان كل الامهات محتاجه المكمل الغذائي لان عقلهم ما بيبقاش يعني عارفه بيبقوا بيجروا سباق، بالذات فتره الصبح دي بتبقى سباق بمعنى الكلمه. الحياه بقت سريعه حقيقي، الحياه بقى سريع وبقينا بنجري ورا بعض ومش عارفين احنا بنجري ليه. يعني بصي انا برضو تعبت الفتره اللي فاتت ما كنتش عارفه تعبانه ليه، وناسيه بقى قصه انا باكل كويس تمام ويعني ملتزمه طبعا بمجموعتي والدنيا حلوه قوي، في اكتئاب، لا شعري بيقع زياده، الدنيا مش احسن حاجه، عظمي بيوجعني، مش عارف ايه. فقلت خلاص هروح اعمل شيك اب كامل كده واشوف، لقيت ان انا عندي مشكله في الغده ولقيت عندي مشكله في فيتامين دي، لان انا فعلا اهملت. انا مهتمه يعني مهم ان احنا نتابع ونعمل تحاليل من وقت للتاني، اعراض نشوفها، عظمي بيوجعني، عندي اكتئاب، شعري بيقع بصوره غير ملحوظه، طول الوقت مودي مش احسن حاجه، ادور على الغده الدرقيه، ادور على فيتامين د، الكلام دي كلها. احنا ما بقيناش بنشوف الشمس زي زمان. مظبوط كلنا والله ما بناكلش حاجات فيها اوميجا 3 واوميجا 6 والحاجات اللي فيها فيتامينز دي، فاحنا لازم فعلا نهتم بنفسنا. صح عندك حق. الناس اللي بتعمل شعرها كيرلي جديد ساعات بيتعمل لها بيتعاملوا مع شعرهم بطريقه غلط وبيتلبك وبيقصف. هم عايزين يعملوا كيرلي بس بيدخل في بعضه. بص عشان في ناس تقول لك او الناس اللي ما عندهمش خبره زي ما انت قلتي ان هي خلاص هتعمل كيرلي هتطلع من الحمام شعرها مبلول كربش كربش وايه لم الشعر على فوق فقوم الشعر ينشف. لا خلي بالك انا برضو انا يعني بحب الكيرلي قوي وما بيمشيش معايا. وهو على فكره في ناس لازم تفهم طبيعه شعرها. يعني مش اي الأول حد هينفع معاهم كيرلي. اول حاجه وانت بتغسلي حتى لو شعرك هتعمليه كيرلي تحطي له بلسم تمام. وبعدين وانت طالعه بتقومي مسرحاه بسيرم وبعدين تمسكي شعريه شعريه تبتدي ايه تعملي لها ويف ايا كان بقى الطريقه، بايدك، بقلم، بالتوك اللي نازله جديده، بتكربشيه انت على ايدك. انا حتى اتفرجت على فيديوهات كتير للشعر الكيرلي بلاقيهم في الاول ان هم بيرطبوا الشعر. يعني رطبيه قبل ما تقرري تعملي كيرلي لان في ناس تقوم عامله الكيرلي على طول وعامله الويف الضيق على طول بعد كده الشعريه بتنشف منها. اقول لك الشعريه بتنشفت ليه؟ انا رطبه وبعد كده اعمل له الستايلنج اللي هي اللي انت عايزاه. وممكن مش هيجي برده معاكي كيرلي فما تقعديش بقى تقوحي لان في بيقوحوا. يعني انا قبل ما اتحجب كنت من الناس اللي بتقاوح هعملك كيرلي يعني هعملك كيرلي. انا على فكره والله بصي انا بحب الشعر الكيرلي جدا، واروح الصالون واقعد تحت ايده ساعتين ويعمله لي. لا ويجيب اشد مكوه عنده، المكوه الصاروخ دي اشد مكوه عشان يجيبه من فوق. اقول لك على حاجه، كان مره عندي شغل والدنيا كانت عندي اجازه اليوم ما كانش يعني قصدي في يوم ما كانش عندي فيه شغل تمام والجلاله خدتني وقمت ماسكه شعري ضفاير 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 بقى صغيره قوي. يعني بصي مروه ضفيره مثلا زي دي. قعدت ست ساعات بضفر شعري كله. كان اطول بقى من كده. رحت الشغل، ايه يا دكتوره خير في ايه؟ عامله بقى شعري كله ضفاير، انا مضفراها اقف بقى قدام المرايه وفظيع. قلت له انا كان عندي يعني ست ساعات فاضيين فقلت اما اعمل شعري فيه. خصم لي طبعا بعيد عن قصه الخاص مفيش، روحت خلاص حضرته اليوم وفكيته بقى يعني سبته كام ساعه متضفر تمام، وتاني يوم بقى فكيته عشان يديني الكيرلي. طبعا ما لقيتيش اي كيرلي. مفيش والله لقيتي مجعد ساعتين. يعني ساعتين ثلاثه مجرد بس ما حبيت المه شويه لقيته فرد تاني. فرد تاني زي ما انت قلتي، انت اتعاملي مع طبيعه شعرك. صحيح. رطبي كويس هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها ايا كان بقى، ايا كان هو مجعد، ايا كان هو ستريت، ايا كان هو قصته ايه، رطبي
بعد كده يعني كل مشاكل يعني رقم واحد انت بتطلبي الترطيب مفيش فيها كلام مفيهاش كلام شعرك بقى كيرلي يعني شعرك جزء. طويل قصير رطبي بعد كده نبتدي نتكلم هو قصير وترطب اتغذى هيطول طب هو لو كيرلي وترطب هينعم فهيديك ستريت فهتحسي ان هو طول برضه صحيح شعرها له مجعده واتفردت بتحسيها طولت طبعا. عشان كده الناس اللي بيبقى شعرها كيرلي تروح تعمل تريتمنت او تفرد بتلاقي الشعر طول لكن انت ما بتنصحيش بالفرد ده خالص بصي مش هقول لك ما بنصحوش لا عادي ننصح بيه بس هو ايه الفرد في مليون فرد في ممكن تلاقي حد عامل شعره فرد ب 5000 جنيه وحد عامل شعره فرد ب 500 جنيه. طب هل بقى القصه كلها في ايه؟ القصه كلها في الماده الماده فيها ايه في لما انت تقعدي في تريتمنت وتلاقي عينك بتدمع لازم نركز في الموضوع ده الاقي عيني بتدمع ومش قادره اخد نفسي وعندي اختناق شديد فورمالين يبقى مرمط لي شعري ده مرمط مفيش شعر والله بتجيلي حالات الدنيا بايظه يعني مش عايزه اتكلم برضو عن حد بس في ترند شغال العروسه بتاعت الاسماعيليه شعرها اتحرق وقع خالص دي ده ايه ده فورمالين شديد انا معايا تليفون الو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا ازيكم عاملين ايه بخير الحمد لله اتفضلي انا حاولت ان انا اوصل لكم والله عشان انا شعري متدمر انا عندي بصيله في الشعر بتطلع متقطعه وشعري خفيف جدا والفراغات مبهدلاني يعني انا مش عارفه هو معايا صغيره مش كبيره طب قولي لي عندك كام سنه متدمر من ايه طيب انا عندي 25 سنه صغيره فعلا بتقول لك اتدمر من ايه الدكتور صبغه فرد الاول المفروض ان انا كان شعري كويس جدا والبصيله بتاعت شعري كانت بتطلع كويسه انا استخدمت الحمامات الكريم والحاجات اللي كانت بتطلع وكنت اي حاجه تطلع كنت اروح اجيبها مع ان الاول شعري كان كويس جدا انا قعدت سنه بالظبط شعري كان كويس وتمام وبعدها اول ما بطلت الحاجه دي بقى شعري يقع واروح لدكاتره هنا واروح واجي بيقول لي عشان الحاجه بيبقى فيها كيميكال او كيمياء حاجه زي كده دي بتبهدل الشعر لما باجي ابطلها فجاه تبوظ يعني انت كنت بتستخدمي منتجات فيها مواد كيميائيه فهي اللي بوظت لك شعرك بتاكلي كويس؟ انا بشوف ريفيوهات كويسه على منتج سيلا وحد اخده من عندي يعني انا قريبتي اخدته بتشكر فيه جدا وبتقول ان هو من اول 10 ايام لاحظت ان شعرها بطل يخف الاول كان بيتسقط كتير بقى يخف واحده واحده طيب الدكتوره بتسالك بتاكلي كويس؟ هو انا باكل بس معظم اكلي انا مش بدخل فيه خضار بصراحه بتاكل بس معظم اكلها مش بتدخل فيه الخضار لا احنا لازم اول حاجه اول طريق العلاج ان احنا هناكل فاكهه وخضار كويس قوي بيض ولبن كويس قوي اسماك كويس قوي بلس مجموعه عنايه تبقى ما فيهاش اي حاجه كيميكال نهائي عشان تديكي ترطيب وغذاء مضاعف يبقى احنا النهارده برشح لك سيلا زي ما صاحبتك رشحت لك الشامبو والبلسم والسيرم ده هيديني عنايه بالشعر وهيديني ترطيب عايزه ازود اطاله هاخد المكمل الغذائي حلو قوي يبقى هي هتاكل كويس ناكل كويس وهتاخد مجموعه طبيعيه مجموعه سيلا طبيعيه واكيد انت قريبتك قالت لك مجموعه طبيعيه ما فيهاش اي كيميكال فانت ممكن تستخدميها مع كمان المكمل الغذائي لان انت طالما ما بتاكليش خضار كويس فهيبقى برده مهما دخلتي فيه مش هتبقي بتاكلي قوي فالمكمل الغذائي هيكمل الناقص طيب عايزين نقول اخر حاجه ازاي ممكن اخلي الدوره الدمويه تكون نشيطه في فروه راسي عشان الشعر يستفيد مساج شفتي قلت لك لسه كنا بنتكلم على هدى او مش فاكره مين اللي كانت ولادها لازم كل يوم مساج بصي على فكره المساج للبشره وللشعر ازاي يا دكتور انا هصحى الصبح تمام هبتدي ادلك بايدي كده تمام طبعا ايدي مغسوله نظيفه طبعا ونظيفه في ناس بتقلب شعرها على قدام تمام ابتدي امسج من ورا وامسج من قدام 3 4 دقائق كده تمام. بعد كده اغسل وشي عندي بقى ممكن نستخدم كريم التفتيح لو انت مش هتطلعي في الشمس ممكن نستخدم السيرم وابتدي اعمل عكس اتجاه الجاذبيه يعني اعمل الليفتنج بتاع البشره لورا عايزه اقول لك على حاجه انا كل يوم لما باجي اعمل مثلا بالسيرم او بالهايلورونيك اسيد او اي حاجه فيها ترطيب المساج انت مجرد بس ما بتمسجي وشك بتلاقيه ورد كده واحمر بالظبط هي دي الدوره الدمويه ان الدم وصل طب انت ساعات بتلاقي الناس كمان في شعرها ما بيطولش عندها فروه راسها سميكه شويه طب الناس اللي عندها قشره فالدم ما بيوصلش احسن حاجه ما بيعملش جروس او يعني غذاء للبصيله فانا محتاجه زي ما قلت لك طول الوقت اوصل الدم فلازم اعمل مساج طب ممكن نعمل ايه ممكن نعمل بالسيرم احط النقط وابتدي امسج بانملي كده من السيرم
طيب انا بشكرك طبعا يا دكتور، نورتيني وشرفتيني كالعاده، نورتيني بجد وبنستفيد منك جدا. بشكرك عن ان انت رديتي على كم الاسئله ومكملين معاكم، واي حد عنده سؤال ابعتوا لنا على صفحه هي، على صفحه الاسئله ابعتوا زي ما انتم عايزين عشان نجاوبكم على الاسئله كلها. الهدف ان انتوا تكونوا في افضل حال وتكونوا زي القمر، وانتوا حلوين وامارات، بس عشان اي ست كده مهمله في نفسها تقوم وتفوق وتقول لا انا ليا على نفسي حق، فهبتدي وهبقى احسن باذن الله. بحبكم جدا جدا، ودايما ميعادنا بيكون كل اربع وخميس وجمعه الساعه 9 مساء على شاشه قناه هي. تحياتي ليكم، مروه عزام.